يا صباح الخير من جديد. رح نحكي اليوم عن التكيسات البشرانية مع شذا رمو اللي هي اختصاصية بأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة شذا. صباح النور، يا هلا، يسعد صباحك. الله يسلمك. بداية نحكي لنا عن أعراض التكيسات البشرانية اللي يعرفوها الناس أكثر. هلا هي اسمها الكيسات البشرويه او الكيسات البشروانيه او الكيسات الانتخاليه. هي كيسات سليمه بتطلع على سطح البشره، غالبا على الراس، على العنق، على الجذع، سواء على الصدر او الظهر. بتكون كيسات مشتقه من الجريب الشعري، من قمع الجريب الشعري، والى محفظه من خلايا بشرويه، وبقلبها في عندنا ماده كيراتينيه ذات رائحة كريهة، يعني هي مميزة لها. عادة هيك بتطلع على شكل عقيدات قاسية نوعا ما، صغيرة، بتكون من 1 لـ 3 سنتي، وفي بنصها هيك نقطة سودة مميزة بتميزها عن كيسات تانية. نعم. ومثل ما حكيت انه المادة العجينية اللي بقلبها إلى ريحة كتير كريهة، لما تنفتح بيلاحظها المريض وبيشكي منها. يعني بتكون غير الوعي، بتطلع من الحبات العادية. ايوه، لا مو وعي، هي مو قيح، هي لا، هي مادة مثل كيراتين، حطام الكيراتين. حطام الكيراتين بيعطي هاي الريحة الكريهة. بتصير أكثر شيء عند الشباب، يعني مو عند الشباب، إنه بمرحلة الشباب ومرحلة ما بعد ذلك، يعني الأطفال ما بنشوفها عندهم. وعند الرجال أكثر من النساء بمرتين. طب شو أسباب الإصابة بهاي التكيسات؟ هلا هي عادة بتصير نتيجة انسداد الوحدة الجريبية الشعرية، أو نتيجة لأنه في عنا انغراس رضي للخلايا البشرة جوات الخلايا، جوات الطبقات الأعمق. فبصير في عندي هاي المحفظة من الخلايا، وبقلبها بيتراكم حطام الكيراتين، وبصير عندي هاي الكيسة. مثل ما ذكرتي إنه يعني الرجال لهم حظ ونصيب أكثر من النساء، ومثل ما ذكرت المناطق بتكون أيضا بدن. هل موضوع الشعرة المقلوبة كمان بتشبه هذا الشيء أو بتأدي لهذا الموضوع؟ لا، ما دخلها، ما دخلها، ما دخلها، يعني هي موضوع ثاني، موضوع ثاني. طيب كيف ممكن نحن في حال في وسائل نقي انفسنا من اصابتنا بهي الكيسات؟ وايضا امتى ممكن نحن نعرف انه هذا الشيء مش طبيعي عنا، انه لازم نروح على الدكتور، ممكن تكون اورام لا سمح الله؟ هلا هي ما كثير بتشبه الاورام، يعني هي تطورها كثير بطيء، تطورها حميد، عاده ما أنا عرضيه، غير مؤلمه، ممكن تكون مزعجه تجميليا بس، اما كالم ابدا ما في الم. ممكن بكثير حالات نادره انه يتطور عليها سرطان، بس يعني حالات كثير كثير نادره. مشان هيك وقتها نعمل لها استئصال، الافضل انه نعمل لها تشريح مرضي لحتى نتاكد انه ما في عندنا اي مشاكل. بس هي غالبا ما فيها شيء. وهل طريقه استئصالها جراحه معقده ولا الموضوع بسيط؟ لا، الموضوع بسيط، هي جراحه بسيطه، انه نعمل شق جراحي على سطح الجلد ومنستأصل الكيسة، ولازم يتم استئصال كامل جدار الكيسة، لأنه أي بقاء أي خلايا من محفظة الكيسة بيؤدي لنكسة مرة ثانية. طب هل هاي الأمور معدية؟ خلينا نقول ما أنه موجود بالجلد أو شيء ممكن يكون معدي. هي ما أنا معدية، لا، ما فيها جراثيم، ما هي ما أنا مسببة عن طريق جراثيم. هي عن طريق ردود أو عن طريق انسداد بفوهة جريب الشعر، ممكن يكون مجهول السبب، يعني مو بالضرورة أنه يكون في سبب مباشر. طريقة أيوة مباشرة أنه تسببها، لهيك ما فينا نقي حالنا منها نحن. ذكرتي انه هي بتتطور بشكل جدا بطيء حتى توصل لمراحل، يعني فاكيد الانسان راح يلاحظ هذا الشيء. هي صغيره، يعني هي ما بتتجاوز 1 لـ 3 سنتي، مو مثل كيسات ثانيه. في كيسات ثانيه ممكن توصل لل 10 سنتي مثلا، اما هي كيسه صغيره. بس هي مثل ما قلت لكم ممكن انه تلتهب، يعني هي مضاعفاتها اكثر شيء انه تتعرض لرض مثلا، بالتالي تنفتح الكيسه من جوا الجلد ويجيها انتان، تصير حمراء، تصير مؤلمه، هون بقى بتبلش تصير مؤلمه، بتبلش تصير كثير مزعجه للمريض. بصير انه لازم، حتى ما فينا نعمل لها استئصال اذا حتى ردت، لازم تشافى. ايوه، لازم تشفى، لازم نعطيها مضادات التهاب، بعدين بقى بنعمل لها استئصال. يعني هذا الموضوع يمكن خلينا نقول صبايا او شباب، قلتي هو مرحله ما بعد الشباب، ما بيصيب الاطفال، ممكن يكون في يعتبروها حبه يتجاهلوها. هي فعلا بما انه فيها نقطه سوداء، فهي مثل ما قلت لك بتشبه الزيوان تماما، فهي بتشبه الحبوب احيانا، حب الشباب اذا كانت صغيره. بس كيسات حب الشباب بتكون عاده مترافقه مع حبوب،
بتكون مترافقة مع زيوان أكثر. يعني بقى هذا الشيء بينفي. أيوة بيختلف تماما. ولكن مثل ما قلتي هو الإزعاج الأكثر تجميلياً وفي رائحة مثل ما ذكرتي بتكون موجودة. شو النصائح اللي بتنصحيها للأشخاص اللي ممكن يشكوا إنه في عندهم هيك شيء وخايفين من الاستئصال أو إنه يشيلوها أو قبل ما يصابوا فيها شو ممكن الواحد يعمل حتى يكون هلا هي إذا ما أنا مزعجتهم، إذا موجودة بمكان غير مزعج، موجودة بمكان ما عم يتعرض للاحتكاك، ممكن يخلوها، ممكن احيانا انه تطيب لحالها وانه تتراجع بنفسها. بس اذا موجوده بمكان فيه احتكاك الافضل انه يتم استئصالها. كثير من شكرك على المعلومات اللي قدمتيها، وفعلا يعني مثل ما ذكرتي هي موضوع مزعج بالشكل، لكن ممكن هي تختفي لحالها وما في اي يمكن اي شيء ممكن نعمله حتى نقي انفسنا من هذا الشيء. هي ما بتعدي بالنهايه، لكن صحيح. يعني ذهاب الطبيب في حال احنا شكينا باي شيء هو يمكن اسلم الامور. اكيد. شكرك دكتورة شدى رمو اختصاصية بأمراض الجلدية. شكرا لحضرتك. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا.